ايه ده؟ حضرتك رايحة فين هنا؟ انتي؟ صباح الخير يا مدام فرح. كريم؟ أحب أعرفك، مدام فريدة، مرات زياد. سيبنا يا كريم شوية. تمام، أنا برا. أوكي. اتفضلي. أكيد مش جاية أتفضل. أنتِ أصلاً ما تملكيش أي حاجة هنا عشان تعزمي عليا إني أتفضل. ليه مال وشك قلب كده ليه؟ حاسة إنك عاملة ولا خايفة مني؟ أنتِ عايزة إيه بالظبط؟ أنا جاية أشوف بعناية الست اللي دخلت ما بيني وما بين جوزي. ولا ما تعرفيش إن هو متجوز؟ أنتِ عارفة أنا مين ممكن أعمل فيكي إيه؟ لا ما أعرفش. هتعرفي. بس قبل ما تعرفي أحب أقولك كلمتين. أنا لما سمعت عن علاقتك بجوزي ما استغربتش لأنها مش أول مرة. طبعه رمرام وعارفاه وغاوي زبالة الشارع. إيه كلمة وجعتك ولا كرامتك نقحت عليكي؟ تفتكري الست اللي تاخد واحد من مراته وابنه عشان بيتي يلمها وورقة جواز عرفي تبقى إيه؟ شكرا يا فندم على الهدوم يعني جت مقاسي بالظبط. هو انا شفت السايز تبع تيبك بنفسي نقيت لك اياهم جابوا لك اياهم. شكرا يا فندم. وانا بعمل ايه هنا يا فندم؟ انت اللي بتعمله هنا يا فندم انه رح تشرب الشاي اللي بعدهم جايبين لي اياه ورح اطلب هلا يجيبوا لنا الترويقه نتروق انا وياك. نتروق انا وياك ازاي يا فندم؟